لم نرى من قبل شخصا قادم من المستقبل، ولم نرى أيضا صديقا ذهب للماضي. اختلف العلماء واختلفت الآراء، لن نستطيع تصديق الأمر أو تكذيبه. ظهرت الأحاديث والأفلام حول هذا الموضوع، منهم من يقول مثلث برمودا بوابة للسفر عبر الزمن، ومنهم قال بوابة لآلة الزمن. فكل شخص من داخله أصبح يفكر، هل أستطيع الذهاب إلى المستقبل؟ هل أحد يأتي من الماضي؟ أهلا ومرحبا بكم في قناتنا لا تعلم. السفر عبر الزمن، موضوع السفر عبر الزمن مش شاغل الناس بس، لكن كمان شاغل عقول العلماء اللي بيؤمنوا بإمكانية حدوثه. والبعض بيعتبر قصة أصحاب الكهف واحدة من قصص السفر عبر الزمن، حيث إنهم وجدوا أنفسهم في عصر تاني بعد 300 سنة. العلماء بيرددوا إن من الممكن الواحد يسافر إلى المستقبل عن طريق نوم عميق، أو البقاء متجمدا لـ100 عام، ثم الاستيقاظ في قرن تاني. لكن على العكس السفر للماضي، وده مش هيحصل إلا في حالة واحدة بس، إن الإنسان يكسر سرعة الضوء. يعني لو واحد انطلق ولف العالم 100 مرة بسرعة الضوء، فأساسا هو هيرجع لنقطة الانطلاق قبل أن يبدأ. سرعة الضوء بتعتمد على سرعة الأرض، يعني لو على اعتبار إن الأرض تسير بسرعة 300 كيلومتر في الثانية، والضوء بتوصل سرعته 300 ألف كيلومتر في الثانية، فعليا يكون المتوقع إن الجسم المنطلق بسرعة الضوء يعود إلى نقطة الانطلاق بعد اللفة رقم 100، وبكده يبقى عاد قبل ما يبدأ. طب نيجي لناحية تانية، في طيار بريطاني الذي يحمل أعلى رتبة في الجيش البريطاني، ورتبته مارشال، ولكن اسمه فيكتور وادرد. المهم عام 1935 كان بيحلق بطائرته من اسكتلندا عشان يرجع للقاعدة في أندوفر بإنجلترا. قرر فيكتور إنه يكمل طيرانه إلى مطار مهجور يسمى دريم. كانت منطقة هبوط الطائرات عبارة عن منطقة مهجورة ويتم فيها تربية الأبقار. فجأة هبت عاصفة بغيوم صفراء وبنية أدت إلى إن فيكتور معرفش يسيطر على الطيار. حاول يتفادى العاصفة والدوامات اللي باتجاه الأرض لغاية ما اضطر للنزول بسرعة على مطار دريم المهجور، لكن الجو رجع لسابق عهده والسماء بقت صافية تماما. الغريب في الأمر، مع اقتراب فيكتور لمطار دريم مبقاش المطار مهجور، بالعكس كان في 4 طائرات، منهم 3 طائرات كانت ذات السطحين وكان لونهم أصفر، والطيارة الرابعة كانت من نوع أحادية السطح. وسنة 1935 ما كانش سلاح الجو البريطاني بيمتلك النوعين دول، وهي سنة وقوع الحدث. المريب في الموضوع إن عمال الصيانة كانوا لابسين أزرق، واللبس بالنسبة له كان غريب، لأن سلاح الجو البريطاني في الوقت ده ما كانش بيلبس اللون الأزرق، كان بيلبس لون بني. كمان العمال في المطار مش لاحظوا فيكتور نهائي. بعد ثواني هبت عاصفة تانية وقدر فيكتور للمرة التانية إنه يتفاداها ويروح على أندوفر. عام 1939 وبغرابة جديدة بيتم تغيير سلاح الجو البريطاني بتغيير لون الطائرات للون الأصفر، وزي عمال الصيانة للون الأزرق. ويقف عقبانا على سؤال، معقول فيكتور سافر ل4 سنين قدام ورجع تاني؟ نيجي للقصة التانية. سنة 2008 علماء آثار من الصين صحوا قبر مقفول كان بيرجع عمره لأكتر من 400 سنة للعائلة الملكية مينغ، اللي حكمت من سنة 1368 ل1644. في وسط التنقيب وقع حاجة من القبر التفت ليها العلماء كلهم، كان عبارة عن ساعة سويسرية عمرها 100 سنة، في حين ان العلماء دول هم كانوا اول ناس تخش قبر عائلة منغ. وبرضو الامر غريب، لان الساعات في عصر عائلة منغ مش كانت ظهرت بالشكل ده. الحادثة دي متوثقة عن طريق صحفيين كانوا مع علماء الاثار. بالمناسبة في رواية اسمها آلة الزمن للكاتب هيربرت ويلز، تتكلم عن فكرة السفر عبر الزمن اللي بيقوم بيها بطل الرواية. بنرجح جدا قراية الرواية ديت، بس هنحب نعرف رأيك، فعلا ممكن نسافر عبر الزمن ولا ده شيء مستحيل؟